للأسف ما عرفتش أميل دماغي الهام. الدخلة اللي دخلتها عليها دي ولا فرقت معها. لا طبعا مش هيأس. أكيد هلاقي طريقة تانية أقرب منها بيها. لو في حاجة حصلت هكلمك. سلام. أي دكتور نبيل، الحمد لله. كنت محتاجة أشوف حضرتك ضروري النهاردة، ممكن؟ الحقيقة أنا مش فاهم كويس يا عمي، بس واضح إن في مادة خطيرة الملف بيتكلم عنها، وفي توصية إنهم ما يستوردوهاش. آه بالظبط، بس في الحقيقة أنا مش عارف هم استوردوها ولا لأ. هو الملف ده من مكتب الدكتور جمال مش كده؟ أيوة. يبقى هو الوحيد اللي ممكن نعرف منه المعلومة دي. أنا الحقيقة متوقع إنهم يكونوا استوردوا المادة دي، بس هل هي لسه موجودة؟ بيستخدموها ولا لأ؟ ده اللي محتاجين نعرفه، ومحدش عرفنا ده غير جمال. أيوة، بس نتيجة التحاليل اللي عملناها في المعمل الخاص بتقول إن المنتجات بتاعتنا مطابقة للمواصفات. طب يا عمي، هل إحنا واثقين ومتأكدين من نتيجة التحاليل دي؟ يمكن يكون التحليل مش دقيق، يمكن يكونوا خدوا العينه من المنتجات اللي ما فيهاش مشكله اصلا. بعدين بقى كده واقع في متاهه لا ليها اول من اخر. ولا متاهه ولا حاجه يا عمي، وحتى لو متاهه ليها اخر. المهم احنا نمشي ورا كل المعلومات وندور ورا كل حاجه. المعلومات مهما كانت بسيطه لما بتتشابك جنب بعض بتبان الصوره. أبي، بمناسبة المعلومات، توصلت الحاجة مع حسن؟ أنا طلبت من سامح إنه يعمل تحري عنه من بطاقته. في نفس الوقت أنا هروح أسأل عليه في العنوان الموجود في البطاقة، يمكن أوصل للعنوان اللي قال عليه مروان في المطرية. ما تقلقش يا عمي، هانت، أنا حاسس إننا قربنا نوصل لحاجة. لما قال لي الكلام ده أنا ما زعلتش وما فعلتش وما عملتش حاجة خالص، كأنه بيقول الكلام لحد تاني خالص غيري. أنا دلوقتي لما بفتكر بندم إن أنا كنت هادية قوي كده، وإن أنا سمعته من غير ما أعمل أي حاجة. وأكيد هدوئي ده اداله انطباع إن أنا كنت عارفة هو هيقول إيه، وإن أنا مش رافضاه. مش بعيد يكرر محاولته انه يتقرب مني تاني، بس اصل راجل ما يستاهلش مني كمان كده ابدا، مش بعد كل العذاب اللي انا عذبته له. ازاي اسمع كلام حلو من راجل تاني غير جوزي وابقى مبسوطه بيه؟ ازاي؟ على فكره انا ما فيش اي مشاعر بيني وبين اللي اسمه اسامه ده خالص. أنا زوجة وأحب جوزي وأم، مينفعش يبقى في مشاعر بيني وبين أي راجل تاني. هو أنا كده أبقى زوجة خاينة يا دكتور؟ أنت إنسانة محترمة يا إلهام، أنت ما غلطتيش وما خنتيش جوزك، ولازم تبقي مقتنعة بده تماما. وبعدين حاولي تقربي من راجل شوية الفترة دي وترجع المشاعر الجميلة اللي كنت بتحس بيها ناحيته زمان. ألف مبروك يا حبيبتي. مالك قال لي إن أنت وافقت على الخطوبة. الله يبارك فيك يا بابي. بس كنت هبقى فرحان قوي لو أنت اللي جيتي قلتي لي. معلش يا بابي، يعني ما كنتش أعرف إن مالك هيجي يقول لك بالسرعة دي. أنت متأكدة من قرارك ده يا لينا؟ يا بابي متأكدة. مالك شخص كويس، وكمان كفايه ان حضرتك موافق عليه. انا مش عايز احس ان انا ضغطت عليكي من غير ما اقصد، او انك وافقتي على مالك عشان ترضيني. انت اللي هتتجوزيه وهتعيشي معاه، يعني قرارك هو الاهم.
لا يا بوبي، أنا موافقة بمالك ومقتنعة بيه كمان. خلاص، عموما أنا قلت له ياخد بيت جنبنا هنا، أكيد مش عارف أعيش بعيد عنك. ولا أنا يا بوبي أقدر أعيش من غيرك أنت وأخواتي ومامي. صباح الخير. صباح النور. طيب لسه ما لبستش ليه؟ ماليش نفس اروح الشركه. مال وشك مقلوب كده ليه؟ الموضوع اللي انا ده معكنن عليها قوي، حاسس انها مقهره مني جامد. انا قلت لك روح اتاسف لها يا ابني، اكيد هي هتقبل اسفك. اتاسف لها ليه؟ انا ما عملتش حاجه عشان اتاسف لها. هو مين ده اللي ما عملش حاجه؟ هو في حد بيعمل اللي انت عملته ده؟ اما ما عملتش حاجه اساسا. بس بقول لك ايه؟ بذمتك ودينك، انت رايك في الواد اللي اسمه مالك ده؟ بص انا ما بستظرفوش بصراحه، بس مضطر ابلعه وهعمل ايه؟ ما هو هيتجوز لينا. اتجوزها ليه؟ لينا ما بتحبوش. انت مين اللي قال لك كده؟ احساس يا عم بيقول لي كده. وبعدين الواد ده بتاع مصلحته قوي على فكره. بتاع ايه؟ مصلحته. عايز يناسب ابوك عشان يحط الشركه كلها في جيبه. عشان ايه؟ حط الشركة كلها في جيبه. وبعد كده بقى يترقى ويكوش على الشركة كلها. يا ابني الأفلام الهندي اللي أنت بتتفرج عليها دي. مالك ده ابن ناس جدا على فكرة ومحترم. بابا دكتور مشهور ومامته من أهم الصيادلة في مصر وعندها صيدليات في كل حتة يعني. وبعدين بابا مش صغير، أكيد مالك ده لو يستحق إنه يترقى هيرقيه، ولو ما يستحقش مش هيحصل. معرفش بقى. عطم بقى ربنا يسعدها لو هي اللي مختاراها. الو، ايه يا لؤي؟ في ايه؟ طيب طيب ماشي ماشي، انا نازل اهو. باي باي. روح حط يا تبقاش تكتر من الهندي بقى. ها لينا، انا كنت عايز اعتذر لك على اللي عملته لما شفتك مع مالك. انا عمري ما حد عمل معايا كده. انت احرجتني قوي، خليت شكلي زي الزفت قدام مالك. طب اعمل ايه؟ طيب غيرت عليكي زي ما اي اخ ممكن يغير علاقته يعني لو شافها مع واحد غريب. لينا انا دمي حر وبغير على اللي مني، حتى لو ممكن رقبتي تضيع فيها. وقول له ان انا خايف على زعلك، اقسم بالله انا كنت فرتكت دماغ الواد اللي اسمه مالك ده. هو ده اللي انا متربي عليه وعشت فيه. وتفتكر دي حاجه تبسطني؟ علي مش اي حاجه مرت عليك في حياتك بره ينفع تتعمل هنا. ومش من حقك تتدخل في حياتي الا لو انا سمحت بده. يا ريت تفكر قبل ما تتصرف اي تصرف. وعدك اني عمري ما هتدخل تاني في اي حاجه تخصك. علي انا ما قصدتش. ربنا يسعد قلبك يا لينا. لو سمحت. ايوه يا باشا. تعرف الراجل ده؟ لا والله يا باشا انا ما اعرفش اللي اسمه توفيق ده، بس العنوان اللي في البطاقه ده سحبه المعلم شافعي قاعد جوه هناك اهو. اندهولك؟ لا 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 متشكر، انا هدخل له. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلم شافعي؟ انا شافعي يا استاذ. اي خدمه؟ الحقيقه يا معلم انا كنت بسأل عن واحد كان ساكن عندك،
اسمه توفيق، عنده ولدين، ابن اسمه حسن وابن اسمه كريم. توفيق العفش. مع حضرتك مدام قلت توفيق لازم تقول وراها العفش. كان يوم اسود يوم ما كان عندي ودبحت عجل يوم ما فات البيت وغار. وساب البيت امتى؟ يجي 18 سنة. لكن قول لي حضرتك انت عايزه في ايه؟ ما يكونش نصب عليك في حاجة؟ هو مش علي انا، على ناس قرايبي. المهم يا معلم، ما تعرفش اراضيه فين دلوقتي؟ وهو انا لو اعرف كنت هتيجي تلاقيه حي. الله يخرب بيته، هو الراجل ده مش هيتوب، الزمن مش هيهده واصل. طيب يا معلم، متشكر جدا. استاذ، هو حضرتك بتسال على عم توفيق؟ ايوه. انت تعرفه؟ على حسب. يعني ايه على حسب؟ تدفع كام واقول لك؟ تدفع انت كام عشان ما تدخلش السجن لانك عارف معلومات عن مجرم هربان وبتداري عليه. انا كل اللي اعرفه سيادتك الاول اللي بيقعدوا فيها برتيت الكوتشينه وهو بيقعد معاهم. والله انا عرفته بالصدفه لان اصلا اخويا شغال بيرص الحجاره هناك، وانا والله العظيم هدلك على مكان القهوه. شاطر. لو خايف على نفسك بقى وعلى اخوك، الحوار اللي دار بينا ده مش عايز اي مخلوق يعرفه، فاهم؟ اوامر سعادتك. صباح الخير يا نور عين ماما. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير. انا اسف بس ما كنتش سامع حضرتك. ولا يهمك يا حبيبي. في حد يصحى الصبح على سجاير وقهوه من غير فطار؟ انا ما عرفتش انام كويس امبارح، كنت بحاول افوق نفسي بس. ليه يا حبيبي مالك؟ في ايه؟ مفيش حاجه، بفكر. بتفكر في ايه؟ احكي لماما. مفيش حد في الدنيا ممكن يخاف عليك قدي، ما تخبيش عليا حاجه. بفكر في حالي. حاسس ان في 100 ايد بتشدني وانا في النص مش عارف اعمل ايه. حاسس اني غريب، مش عارف ابقى واحد منكم. بس انتوا ما قصرتوش معايا في اي حاجه والله العظيم. مشكله مني انا، وحشتني حياتي. ايه اللي انت بتقوله ده بس يا علي؟ وحياتك يا حبيبي هي حياتنا. بعدين انت لو فكرت تبعد عني تاني انا ممكن اموت. بعد الشر عليكي الف بعد الشر عليكي. انت جميله وحنينه وطيبه، وانا ما استاهلش حبك ده كله. انا مش زي ما انت فاكره. تقصد ايه؟ انا في حاجه عايز اعترف لك بيها. قول يا علي، قول. في ايه؟ انت يا علي في ايه؟ في بنت بحبها وعلى طول بشوفها قدام عيني وبتكلم معاها، بس هي مش حاسه بيا خالص. خص عليك يا علي، خضتني. طب ايه المشكله يا حبيبي؟ لو انت بتحب واحده قول لها وشوف رد فعلها ايه. ما اقدرش اقول لها. ليه؟ عشان بتحب حد تاني. طب ما هو كده يا علي ما ينفعش. ما دام بتحب واحد تاني يبقى لازم تبعد عنها. ما انا عارف بس مش قادر، مش عارف اعمل ايه مع نفسي. حاول بقدر الإمكان ما تتعاملش معي، ما تشوفهاش كتير. أنا عارفة إنه صعب بس يمكن ده يخليك تنساها. ما أظنش إنها حتى وهي مش قدامي ببقى شايفها قدام عيني وببقى أفكر فيها.
ايوه يا نوراني، بس انت كده بتتعذب. طب ما تحاول تشغل نفسك باي حاجه عشان ما تفكرش فيها. علي، انا مش عايزك تتوجع تاني، ونفسي ومنى عيني تبقى مبسوطه زي طول حياتك. ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي معصبك كده؟ مفيش حاجة. لا عادي. لا في حاجة مضايقاكي، قوليلي. عمالة بحاول أوصل لداليا وبعت لها أكتر من مسج ما بتردش عليا. بس ده طبيعي، أكيد مش قادرة تواجهك بعد اللي حصل. سيبيها يومين وارجعي أكلميها تاني. وبعدين إحنا ما ينفعش نتضايق الأيام دي. إحنا المفروض نتبسط الأيام دي عشان نعرف نفكر كويس في حياتنا اللي جاية. صحيح. أنا أسفة قوي على الموقف اللي عمله علي آخر مرة. أنا مش زعلان على فكرة، حصل خير بجد. أنا مقدر إن هو من بيئة مختلفة فتصرفه ده طبيعي، وبعدين أنا عشان خاطرك أعمل أي حاجة. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا مستر راجل. أنت كنت فين يا بابي من الصبح؟ كنت في المستشفى بزور العامل التعبان، قررت أعالجه على حسابي. أنا كنت متأكدة يا بابي إنك هتعمل كده. أنا شايفة حركة حلوة جدا، وبكده كمان العمال يعرفوا مين اللي بيفكر في مصلحته. وكمان يا بابي ممكن نعمل حفلات خيرية نلم فيها تبرعات ونعالج بقية العمال. فكرة كويسة. اه طبعا، أنا كنت عايز أتكلم مع حضرتك في موضوع مستر راجل. طب تعال نتكلم مع بعض في المكتب. مش مصدقة ان لينا كبرت كده فجأة وهتتجوز. عقبال علي ومروان. حاسة ان الوقت اتسرق مني، ملحقتش اشبع منها. بالعكس، ده جواز لينا ده واستعداداته هيخليكوا تقربوا من بعض، وانتي معاها وبتشتروا الحاجات والفساتين هيخليكي تعوضيها كل اللي فات. تفتكري؟ عارفة انا نفسي في ايه؟ نفسي الزمن يرجع لورا واعمل بوز للحظه اللي اتخطف فيها علي ساعه ما كنا عاملين عيد ميلاد ليلى على البحر، وافضل قاعده في اللحظه دي وما ارجعش منها ابدا. ايه يا لومي؟ مالك يا حبيبتي قلبتيها دراما كده ليه؟ ده انا لو مكانك وبنتي هتتقري فتحتها هبقى اسعد واحده في الدنيا. بقول لك ايه، ايه رايك بقى لو نقرا فتحه اروى ومروان في نفس اليوم؟ يا شيخه حرام عليكي، دول لسه صغيرين قوي. هما مين دول اللي صغيرين؟ احنا واحنا قدهم كنا اتجوزنا خلاص. الزمن غير الزمن، وبعدين راجي وهشام موضوع تاني خالص. راجي وهشام كانوا يقدروا يتحملوا المسؤوليه، رجاله يعتمد عليها، انما مروان ده عيل طايش. ما هو الطايش ده لازم تجوزيه بدري عشان يعقل، بدل ما يقولك أنا عايزة أسافر وألف الدنيا وما تلاقيهوش وبعد كده يرجع يندم. هو فعلا كذا مرة فتح موضوع السفر، بس أنا قلت ده كلامه خلاص. بيني وبينك أنا مش في حمل حد من عيالي يبعد عني تاني. في إيه؟ مفيش حاجة. هو ايه اللي مفيش حاجة؟ ده انتي وشك اتقلب. مفيش حاجة يا نانسي، حاجة مش مهمة. خلينا بس نركز في موضوع لينا وقراية فتحتها ونشوف هنعمل ايه. حشتني يا داليا. وانت يا لينا؟ نعم مرسي، انا ماشيه على طول. هو انت مستعجله قوي كده؟ اه عندي كذا مشوار كده.
داليا، هو انت ليه مش بتردي على تليفوناتي لما بكلمك؟ والله ما كنتش برد على اي حد الفتره اللي فاتت. حد؟ هو انا بقيت حد يا داليا؟ داليا انت اقرب صاحبه ليا، وكنت فاكره نفسي ان انا كمان كده. اسئلتك ونظره الشك في عينيكي كانوا مبينين ان انت مصدقه. انا لو فعلا صاحبتك ما كنتش هتصدقي عليا اي حاجه اتقالت، ولو كان حد قال عليا حاجه غلط كنت هتكدبيه. بس انت صدقتي اللي اتقال. لا يا داليا انا ما صدقتش. انا لما سالتك ازاي الفلوس وصلت شنطتك كنت عايزه اوصل معاكي مين وصل لشنطتك عشان يحط لك فيها الفلوس، مش عشان انا شاكه فيكي. انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. زي ما تحبي. انا اهم حاجه عندي ان احنا نشوف بعض ونتكلم بس عشان نكسر الحاجز. انت اقرب واحده ليا داليا وما ينفعش نفضل ما نتكلمش كده. سيبيها للوقت يا لينا، يمكن الوقت يخليني اعرف اعدي الموقف ونرجع تاني زي الاول. طيب انا مالك هيقرا فتحتي يوم الخميس، لازم تيجي يا داليا. مبروك. هو انت مش فرحانه لي ولا ايه؟ لازم امشي معلش. لا يا ابني انتوا فين؟ ايوه طبعا متاخرين جدا. طب انجز انجز عشان الناس هيبدا. هي بصي مين جه. ايه الاخبار؟ كل هل شباب وحشاني جدا على فكره. ازيك يا احمد؟ كله تمام. ازيك سمارة؟ ازيك يا احمد عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله. طب تعالى بقى اعرفك على مروان. مروان؟ اه ازيك عليك يا حبيبي عامل ايه؟ خير. مروان ده احمد صاحبنا، رسام هايل وبيشتغل جرافيك ديزاينر في شركه اعلانات معروفه. بجد والله؟ اه وده بقى مروان بيدرس في الجامعه الامريكيه وهو صاحب اليوم، يعني احنا النهارده بتوعه. احنا تحت امرك حبيبي. طب روحوا انتوا خلصوا الحاجه وانا هجي لكم دلوقتي. ماشي. ايه يا معلم؟ ايه ايه كل ده يا عم؟ على بال ما جبت جبر على فكره، ده عايز يمشي كمان شويه. ايه ده؟ احنا متفقين ان انت معانا طول اليوم على فكره. اسف عندي اوردر وكبيري معاكوا 3 ساعات، بعد كده لازم امشي. يعني انت جاي متاخر وعايز تمشي بدري كمان؟ يا معلم اللي انتوا بتعملوه في يومين انا اعرف اعمله في ساعتين مش اكتر. المهم بس نلحق قبل ما الشمس تروح عشان معناش معدات اضاءه. انت بقى ما جبتش ليه معاك معدات اضاءه؟ انت اصلا قاعد تتكلم معايا وانا ما اعرفش انت مين. ده مروان هو المخرج يا جبر، ولكن ممكن تهدى شويه فيها توتر. جبر شاطر، هعرف يخلص الشغل اللي انت عايزه زي ما انت طالبه بالظبط، صح؟ ماشي. صح. بس تعالى يا معلم. بص عايزين ناخد الحاجات دي كلها، عايزين نحاول ان احنا مثلا ناخد لينجات من هنا نقرب. هو ايه الحلاوه دي؟ ايه؟ دي لا حلوه يعني، بقول لك لا. نعم يا حبيبي. في حاجه؟ في حاجه يا كابتن. في حاجه يا عم، انا كلمتك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مالك يا عم في ايه؟ قليل ادب قوي. بس يا ابني انت جاي متاخر وعايز تبوظ الاوردر كمان. بص هات لي شاي زلط. هلا ايه ساعه اهو انت؟ ساعه عشان تفنط الورق وتخلص. كل مره بقى يا وانطة. الله انت بتعلم الورقيات ها؟ بتخمنها يا وانطة. ماشي انا هعمل لك ايه يا عم توفيق؟ ما انا مفنط الورق قدامك، انت حظك كده. فين الشاي زلطة؟ الله هو انا لازم يا معلم اروح الناس باخد الشاي بنفسي؟
انت مسلط الواد ما ينزليش طلبات. افتح يا عليم. بقول لك ايه يا معلم، ما تسلفني 20 يا اول مكسب اردها لك 30. ما بسلفش يا توفيق. غور بقول لك ايه يا وانت، اديني 5 هلعب اكسب اردها لك. كانش نعذر يا عم توفيق، معاك فلوس هتلعب، ما معكش بقى كفي. هي بقت كده يا وانت؟ انت لو ما كنتش بتغش ما كنتش كسبت مني شيلك. الو، وانا قال يا ابا فلوسك خلصت ولا ما خلصتش؟ هو انت فاكر ان انا قاعد على جبل دهب وبقطع لك منه؟ ابا بقول لك ايه فكك مني وسيبني في اللي انا فيه وحياتي اغلى حاجه عندك. بقول لك ايه، سلامة يا ابا، هدبر لك مبلغ. مع السلامة. معلش مع السلامة بقى. خرط علي؟ لا خالص، ده اللي جاي بدري. ازيك، عامله ايه دلوقتي؟ احسن بكتير. مش باين عليا ولا ايه؟ لا مش باين عليك بصراحه، مش كويسه بس بحاول اكون. اهم حاجه عندي ان انا اثبت براءتي واعرف مين اللي حط لي الفلوس في الشنطه. اللي بفكر فيه ان الشخص اللي كان بيراقبني قبليها بليله في الشركه يكون هو ده اللي سرق. طب هو لو سرق هيحط لك فلوس ليه ودولارات كمان؟ يمكن معرفش يخرج بيهم بره الشركه فحطهم لي. بص يا داليا، ان شاء الله ربنا يثبت براءتك، وانت لازم تبقي مؤمنه بكده، هي بس فكره ايمان. والله انا مش عارفه اشكرك ازاي يا علي، يعني بتساعدني وما نعرفش بعض حتى من فتره كبيره. ما جاتش من انتمتي اللي تعرف عني اللي اختي ما تعرفوش. بص يا داليا، انا مش عايزك تزعلي من لينا، انتوا في الاخر زي الاخوات وما ينفعش تزعلوا مع بعض. يا سيدي عادي. طب هي كلمتك من ساعتها؟ اتقابلنا امبارح وعزمتني على خطوبتها. بجد والله؟ قلت لها ايه؟ هقول لها ايه يعني، قلت لها مبروك. طب وناويه تيجي ولا ايه؟ ما اعرفش بصراحه، صعب عليا قوي ادخل بيتكم. هقابل باباكوا ازاي؟ والله انا كمان ما عايز احضر. ده ليه؟ ما بحبش الزحمه دي والتجمعات اللي بتبقى عندنا دي، بحس دايما بالغربه وسطيهم كده وان انا مختلف عنهم. لا يا علي، لينا بتحبك، ما تعملش فيها كده. لو ما حضرتش هتزعل ومش هتسامحك. مش عارف. والله العظيم يا بنتي انا ما انا مصدقه نفسي من الفرح. معقولة لينا الصغننة اللي كانت بتقعد تلعب بالعروس لغاية ما خلص لها دفاير خلاص كبرت وبقت ست العرايس وهتتجوز وتسيب؟ بس مش معنى ان انا بطلت العب بالعروسة انك تبطلي تدفري لي شعري زي زمان. لا طبعا، مين قال ان انا هبطل؟ انا عمري ما هبطل، انا هفضل اعمل لك دفاير حتى وانت في بيت عريسك وانت متهنية معاه، هعمل لك الضفيرة اللي كنت بتحبيها وانت صغيرة. طب احنا فيها بقى يا فوز. بس كده احلى تفيره تتعمل خيل. ها تفتكري يا فوزة انا هكون مبسوطه؟ يا سلام، هو في حاجه في الدنيا تبسط البنت وتفرح قلبها قد ما تبقى عروسه وقاعده في الكوشه ولابسه فستان الفرح جنب عريسها؟ مش عارفه، بس الاحساس اللي انا حاساه مش زي ما كنت متخيله ان انا هحسه ساعه لما اخد قرار زي قرار الجواز ده. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ اللي انا حاساه مخليني محتاره، مش عارفه مش مبسوطه ليه، ده بسبب قرار الجواز ولا عشان انا اصلا عمري ما كنت مبسوطه؟ لا يا دنايا، انت طول عمرك زي الفل وكويسه. هاتي. انا عمري ما كنت كويسه يا فوز، لما ماما كانت على طول بتبقى منهاره وتعبانه عشان خاطر علي عمري ما كنت ببقى كويسه، ولما بابي على طول كان بيقعد حزين لوحده برضه ما كنتش ببقى كويسة. حتى مروان على طول كان بيعيط وسايبينه لوحده، كل واحد فينا في العالم بتاعه. لا بقى، انتي اكيد في حد حاسدك. لازم الواحد من يكون في حد مركز معاكي ومديكي عين. انا من بكرة لازم ارقيكي. ازيكم؟
كويس انك جيت يا ابني. تعال اقعد جنب اختك شوف ايه مالها. يلا انا ماشي، فوتكم بعافيه يا ولاد. صلوا السلامة. مالك فيه علي؟ ممكن اطلب منك حاجه؟ ايه؟ ممكن تتاسف لمالك على الموقف اللي حصل؟ انت عايزاني انا اروح اتاسف لمالك واقول له معلش اصل دمي فار لما شفتك ماسك ايد اختي في العربيه؟ يا علي انت اخويا ومالك هيبقى جوزي، ممكن بقى نحل الكلاش اللي حصل ده؟ عشان خاطري يا علي انا بجد عايز اخلص من الموضوع ده، بليز اعمل اللي انا عايزاه. خاطرك غالي عندي قوي يا لينا، عشان خاطرك ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا. مساء الخير. مساء النور يا جدي. ايه الحكايه يا اولاد؟ انا سايب بيتي وجاي عشان اقعد معاكم، الاقيكم سايبيني وقاعدين كده لوحدكم؟ يا جدي احنا نسيب الدنيا كلها ونيجي نقعد معاك. انا احاول اصدق الكلام الحلو اللي انت بتتحكي بيه على جدي ده يا بكاشه. طيب خلاص احنا نقوم نقعد معاك كلنا في الليفر. يلا يا علي. يلا يلا. الورق ده متعلم متعلم يا وانت. انت فاكرني ايه ياض؟ فاكرني غشيم؟ انت هتتلكك. بقول لك يا عم الحاج الورق مش متعلم، انت اللي بتتحجج عشان تاكل عليها فلوس اللي انا سلفتها لك. بس بص بقى بالشويتين بتوعك دول قدام الناس دي انا كسبان وفلوسي هاخدها. عليا الطلاق يا توفيق، لو ما لميت نفسك وغرت من المخروبه دي انا هخلي الناس دي كلها تتفرج عليك. خلاص خلاص يا معلم ما تزعلش نفسك بقى. الله بس انت الخسران، مش هاجي هنا ولا اطلب طلبات تاني. غور حاجه تقرف.